أحياناً الأحداث العفوية اللي بتيجي بدون ترتيب بتكون الأجمل على الإطلاق، زي سفر مفاجئ بدون تحضيرات، فكان القرار الاستمتاع بالمتاح وبأبسط الأشياء، زي لوحة جميلة للسماء وقت الشروق أو حتى وقت الغروب، بجمال وحلاوة ريحة العيش الطازة وهو طالع من الفرن الصبح، زي صدفة جميلة تحسسك إنك في حلم وكأنك رجعت طفل صغير، بإننا ننقل تجربة فطار المصيف السريعة لمود تاني مختلف تماماً ومعلمة ناس بنحبه. بإنك تحلم وتفرح بحلمك وتشوفه بيكبر قدامك، بإننا نشوف الطبيعة بتقدم لنا إيه ونستفيد منها بطريقتنا وبشخصيتنا، مع كل يوم جديد بيقولك الأمل لسه موجود. كل اللي عليك إنك تكون ممتن للحاجات الصغيرة اللي في حياتك وللمواقف اللي بتتحط فيها. اتبسط بأبسط الأشياء مع الناس اللي بتحبهم. في مقولة بتقول: يعتقد الناس أنهم سيكونوا سعداء إذا ذهبوا للعيش في مكان آخر، لكن الأمور لا تجري بهذه الطريقة، لأنك أينما ذهبت فستصطحب نفسك معك. خلونا دايماً نحاول نبص على الحاجة الحلوة في أي وضع إحنا موجودين فيه. وفي الآخر زي ما شمس التبريدي بيقول: لا تخشى الموت بل اخشى الحياة بلا حياة. أشوفكم فيديو جديد قريب. سلام.